بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي، زي النهاردة من 111 سنة اتأسس النادي الأهلي العظيم، زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة، زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه، زي النهاردة ابتدينا حلم بقى في كل بيت، والأهم إنه موجود في صدر وفي صدور أولاده ومحبيه المخلصين. 24 إبريل مش يوم عادي في تاريخ الأهلي، لأن كمان اللي اجتمعوا في اليوم ده مش ناس عاديين. في اليوم ده وضع عظماء الأهلي، مثلا الزعيم مصطفى كامل، الزعيم طلعت حرب، وأمين باشا سامي، وعمر بلطفي، وقبلهم كمان الزعيم الوطني الكبير سعد الزغلول، وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل بيسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم بمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولاعبته هم البطولة الأهم، لأنه مؤمن دايما إن البطولات من صنع أبناء الأهلي رجال وسيدات. كنت أتمنى نكون بينكم النهاردة عشان نحتفل مع بعض بالمناسبة دي، لكن قدر الله وما شاء فعل. حي عايز أطمنكم إن بفضل الله بخير الحمد لله رب العالمين، وأنا سعيد جدا لمشاعركم اللي أنا شفتها واللي حسيت بيها طول الفترة اللي فاتت، واللي يعني خلتني الحقيقة أحس إن الأمل يعني أقوى من الألم، وإن شاء الله قريب جدا هنكون مع بعض نحتفل بالأهلي ونحتفل بعيد الأهلي وببطولة الدوري الأربعين وبطولات كتير حققها أبطال الأهلي في كل اللعبات برضو رجال وسيدات. إن شاء الله قريب هنكون مع بعض وإحنا بنحتفل سوا. لازم كمان نفكر في بكرة، لأن شعارنا دايما هو تاريخ مبادئ تطوير. كلنا مع بعض هنبني الأهلي سوا، وحننفذ برنامج عائلة الأهلي إن شاء الله سوا، وحنحافظ على الكيان العظيم ده اللي مطلوب دايما إن إحنا كلنا أو مطلوب دايما منه إن يكون في المقدمة، لأن ده قدره ودي طريقته اللي مش ممكن يحيد عنها أبدا، طريق الانتصارات والبطولات والتاريخ اللي بيصنعه كل يوم. الحقيقة طول الفترة اللي فاتت الأهلي ما غابش عني لحظة واحدة، مش بتكلم بس عن الأمور الإدارية والمجلس الإدارة اللي بتحصل كل يوم، لكن كمان بتكلم وكمان المفروض أن أنا أتابعها كل شوية يعني، ولكن بتكلم عن الأهلي البيت والعيلة والأسرة والحالة اللي يعني بتعيشها كلنا يعني العيشة في كل ظروفنا، وبفضل الله وبيها بنقوى على كل ظروف. الحقيقة من بعيد وأنا بالذات في الاختبارات الكبيرة الواحد بيحس قد إيه إن فضل ربنا عليه كبير جدا الحمد لله رب العالمين، إنك بتنتمي لكيان يعني قادر الحقيقة إنه يعيش جواك بالشكل ده ويديك طاقة فوق الوصف. الطاقة دي هي سر الأهلي، هي سر المحبة الكبيرة اللي صنعها في 111 سنة، وكمان اللي جعلت منه أكبر
من انه مجرد نادي بنحبه كلنا او بنشجعه جعلت يعني خلت منه الحقيقه او عشنا عايش معانا في حياتنا وفي عمرنا كله. النهارده نقدر نقول لجمهور مصر العظيم وجمهور الاهلي الوفي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم حراسه وصوته وفرحته، وبنقول لكل رموز الاهلي وادارته على مر السنين شكرا ليكم كلكم على كل اللي قدمتموه لبيتكم. التاريخ مش ممكن ينسى اللي قدمتموه او اللي قدمتموه للنادي على مدار السنين طويله مرت فيها على الاهلي. يعني الحقيقه السنين الطويله دي مرت او مر فيها على النادي الاهلي اسماء كتير جدا، كل واحد ساهم لو بجزء بسيط قوي في بناء كيان كبير، كيان بيجمعنا كلنا. وبنقول لنجومه في كل الالعاب رجال وسيدات كل سنه وانتم على منصات التتويج ترفعوا اسم الاهلي وتكتبوا التاريخ للاهلي وليكم. الاهلي اللي يستاهل كل نقطه عرق مننا، وكمان بنقول لاعضاء النادي الاهلي كل يوم وانتم متجمعين على حب الاهلي اللي بيفخر بيكم الحقيقه انتم بتكتبوا وبتساهموا في هذا التاريخ. الاهلي بيفخر بيكم وزي ما كمان انتم بتفخروا بيه. كل سنه ومصر بخير، ويا رب كل ايامنا اللي جايه تكون اعياد ان شاء الله. كل سنه والاهلي بخير، كل سنه واحنا مع بعض متجمعين في حب مصر، يعني بيتنا الكبير وحب النادي الاهلي اللي هيفضل بالجميع فوق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، وبشكركم جدا. بقى 11 عاما تاريخ